إذن هذه الوقفة تأتي كرد على المماطلات التي تنهجها الحكومة أو الوزارة الوصية على قطاع التعليم. إذا نحن كاستمرارا في احتجاجاتنا التي خرجنا بها منذ سنوات وتم تأكيد هذه الاحتجاجات أو الاستمرار فيها خاصة في 5 أكتوبر بعد إصدار النظام المأسي أو النظام الأساسي الجديد بين القديم بين قوسين. ولهذا نقول على أن احتجاجاتنا مستمرة، ولأنه لم يتم الاستجابة لمطالبنا ولو لمطلب واحد من المطالب التي خرجنا من أجلها منذ سنوات والتي تمثل نحن كتنسيقيات المفروض عليهم التعاقد في إدماج في أسلاك الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم واستمرارا في هذا، بالإضافة إلى استجابة لكافة المطالب الشغلة التعليمية. ولهذا نقول على أن احتجاجاتنا هي احتجاجات مشروعة وأننا مستمرون في الشارع، وأن هذه الحوارات التي تجرى اليوم مع البيروقراطية النقابية هي لا تمثلنا في شيء، ونحن نتبرأ منها لأن النقاش الحقيقي أو الحوار الحقيقي الذي يجب أن يكون هو مع الشغلة التعليمية المناضلة من داخل الميدانية، وليس هذه النقابات التي تجالس المكاتب المكيفة. وبهذا نحن هذه الحوارات لا تعنينا، وأن الوزارة عليها أن تتحمل مسؤوليتها والحكومها في هذا الزمن المدرسي، لأن هنا غياب هناك نية حقيقية في إصلاح كافة مطالب الشغلة التعليمية، لأنه لو كانت عندهم نية حقيقية لتم الاستجابة. الأساتذة مازال ما تلبش اليوم هذا المطلب، وفعلا كاينين شي كاينه زياده ما يمكن ليناش نكروها، ولكن المطلب الاساسي ديال الاساتذه راه هو سحب ديال ذاك النظام، ان يكون نظام اساسي من داخل الوظيفه العموميه، ويكون نظام اللي كيحافظ على المكتسبات اللي كانوا عندهم، والنظام اللي كيستجيب الاحتياجات ديالهم. ايضا مشاكل ديال جميع الفئات ديال الاساتذه، كاينين مشاكل بالجمله تراكمات، الحدود الان لم يتم حلها، بالتالي الاساتذه العوده ديالهم للاقسام ليست مساله صعبه، الاساتذه من غدا غادي يرجعوا للاقسام، والاساتذه ماشي شادين التلاميذ راهينا، عكس لا استاذ مستعد يرجع للقسم، ولكن تحللوا المشاكل ديالنا، لان هذه الازمه نتسائلوا واش الاستاذ اللي خلقها استاذ كان في القسم وجابوا ليه النظام الاساسي، هما خلقوا الازمه. نوجه واحد الرساله للاطراف المحاوره، الوزاره اولا الحكومه، نحذرها من اي حل تراجعي وتقزيمي او تشتيتي وتقزيمي الحل للملف، ونحذر ايضا من تسقيف اي الحل بالاتفاق مثلا ديال 10 جنفير، ونطالب بحل شامل ومنصف لهذا الملف هذا، كما نطالب ايضا بالحكومه بحلول يعني جميع الملفات العالقه، جميع المطالب المشروعه اللي سأرجى للتعليم اللي على راسها الاسقاط او السحب ديال النظام الاساسي التراجعي والجواب الحقيقي للملفات العالقه. نشير الى ان هاد التسويفات، هاد اللغه ديال التهديد، هاد اللغه ديال 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 ري الذراع مع نساء ورجال التعليم غير مجديه، ونريد نوجه الرساله، راه بغينا حلول حقيقيه، بغينا حلول حقيقيه. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.